أفاد مصدر مطلع للموقع المغربي زنقة 20 بأن مركبة للصيد في أعالي البحار في ملكية مستثمر ينحدر من جنسية تركية ويقل طاقما تركيا، وصل مساء الخميس 20 يونيو الجاري إلى ميناء مدينة الداخلة فارا من مطاردات خفر السواحل الموريتانية. ووفقا لنفس المصدر فإن المركب التركي كان محتجز لدى السلطات الموريتانية لأسباب غير معلومة، وهو الدافع الذي جعله يفر بمركبه رفقة طاقم إلى السواحل المغربية طالبا اللجوء والحماية من السلطات المغربية. وذكر المصدر ذاته بأن صاحب المركب قد صرح للسلطات المغربية كونه مطلوب لدى السلطات الموريتانية بسبب مشاكل وقعت بينه وبين شركائه من المهنيين الموريتانيين، وبأن السلطات الموريتانية طاردته عبر 3 قوارب تابعة للسلطات الموريتانية من أجل إيقافه، إلا أنه تمكن من الفرار والوصول إلى ميناء الداخلة مساء يوم الخميس 20 يونيو الجاري. وفور إشعارها انتقلت الأجهزة المختصة إلى الميناء المذكورة، وتم احتجاز المركب التركي وفتح تحقيق فوري مع المستثمر التركي وطاقمه لاستكمال الإجراءات القانونية واللازم اتخاذها في هذه الواقعة. اعتذرت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية للجماهير المغربية بعد الخطأ الذي ارتكبته بظهور علم غير معترف به في موقع اقتناء التذاكر وبفيديو قيل أنه للأغنية الرسمية للنسخة الحالية من الكان. وقالت اللجنة المذكورة عبر بيان لها أن تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بخالص الاعتذار للسلطات المغربية والاتحاد المغربي لكرة القدم وللجماهير المغربية عن الخطأ الغير المقصود بظهور علم غير معترف به والذي ظهر على موقع تذكرتي وأحد الفيديوهات الغنائية دون اعتماد من اللجنة. وأكدت أنها تكن كل الاحترام للأشقاء المغاربة ومملكة المغرب الشقيقة وسيادتها الوطنية ورمزها الوطنية، وتابعت اللجنة: نحن على ثقة أن ما حدث لا يمكن أن يؤثر على متانة العلاقة بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين وجماهيرهما العريقة. وكان موقع تذكرتي المخصص لاقتناء تذاكر لقاءات كأس الأمم الإفريقية قد وضع خانة خاصة بالبوليساريو، الأمر الذي استفز المغاربة قبل أن يظهر علم الكيان الأخير في فيديو للأغنية قيل أنه سيتم اعتماده كأغنية رسمية للمسابقة الإفريقية. وقال سفير المغرب بالقاهرة أحمد التازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس أنه بعد التدخل لدى السلطات المصرية بشأن خطأ بخصوص الأغنية الرسمية لكأس إفريقيا للأمم تلقى اتصالا هاتفيا من لدن وزير الشباب والرياضة المصرية أشرف صبحي، قدم خلاله اعتذارا رسميا باسم الحكومة المصرية لنظيرتها المغربية عن الخطأ الغير المقصود الذي تضمنه الفيديو المذكور وتعهد بإصلاح فورنا. يبدو أن الفعل الشنيع التي أقدم عليها الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم حيث قام أول أمس الخميس بإظهار خريطة المغرب مبتورة في فيديو إشهار الكان وبتر الصحراء المغربية من خريطة المغرب وكأنه ليس خطأ غير مقصود كما ادعى البيان الرسمي للجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019. فحتى النخبة المثقفة المصرية يظهر أنها تتبنى نفس الطرح حيث نشرت في ملف 30 يونيو ومشروع الشرق الأوسط الكبير بمجلة الهلال المصرية عدد يونيو 2019 خريطة لدول العالم العربي من المحيط إلى الخليج وجزء من الصحراء المغربية مبتور مرة أخرى من الخريطة المغربية، ونسبته المجلة إلى الكيان الوهمي للبوليساريو. والغريب في الأمر أن المساهمين في العدد تناولوا بالدراسة مخطط تشتيت العالم العربي والمؤامرات التي حيكت ضده ما قبل وما بعد سنة 2011 في مرحلة الربيع العربي من أجل بث الانقسامات في الدول العربية، في حين أن القائمين على المجلة المصرية العريقة لم يحترموا السيادة المغربية التي يدعمها
المنتظم الدولي قبلنا ومقترح الحكم الذاتي الذي برهن لأكبر المعارضين عن نجاعته وجديته في حل النزاع المفتعل، وبدل تحري الدقة والمسؤولية في موضوع جيوسياسي حساس وخطير انتدبت له المجلة المذكورة خبراء عسكريين ومحللين استراتيجيين، ووضعت خريطة وهمية بترت في جزء كبير منها الصحراء المغربية وطمست معالم الحقيقة، ومنحت بدون حق اعترافا للكيان الوهمي، وفندت بهذه الخريطة كل المعطيات التي تظن المجلة أن من شأنها أن تنور الرأي العام. والغريب في الأمر أن الحكومة المغربية ووزارة الاتصال والثقافة سمحت لهذه المجلة بالترويج لعددها لشهر يونيو 2019 في السوق المغربية، ولم تنتبه لحدود هذه الساعة لهذا الخطأ الفادح، ولم تستثفر لا سفارة مصر ولا المسؤولين المصريين عن هذا الخطأ. قررت حكومة بربادوس التي سبق أن جمدت اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية سنة 2003 اليوم الجمعة سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة، وذكر بيان مشترك تم توقيعه في نهاية زيارة الوزيرة الأولى لبربادوس ميا موتلي للمغرب أن حكومة بربادوس ستواصل المبادرات التي اتخذت من طرف أزيد من 162 بلدا عبر العالم. وأضاف البيان المشترك أن حكومة بربادوس دعت جميع الأطراف لمواصلة وبحسن نية المفاوضات من أجل الحفاظ على الدينامية التي أطلقها مخطط الحكم الذاتي الذي يحظى بالمصداقية والجدية والواقعية، والعمل من أجل حل سياسي قائم على الواقعية بروح التوافق في إطار الوحدة الترابية للمغرب وطبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبهذا الصدد تقر حكومة بربادوس بالتزام المملكة المغربية تجاه المسلسل السياسي وبتعاونها الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. افتتحت الشركة المتعددة الجنسيات TO Connectivity الرائدة في صناعة أنظمة الاستشعار والاتصال يوم الأربعاء بمنطقة صناعة معدات السيارات طنجة المتوسط أوتوميتيف سيتي ثاني وحدة صناعية لها بالمغرب، والتي ستدعم الحلول التي يقدمها قسم النقل الصناعي والتجارية للشركة بمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وذكر بلاغ للمجموعة أن هذه الوحدة الثانية متخصصة في صناعة الأنظمة البلاستيكية لحقن السوائل ومكونات أنظمة الكابلات التقنية لتموين سوق صناعة السيارات الصناعية والعربات الثقيلة بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، كما تقدم حلولا مبتكرة للواجهات الكهربائية والإلكترونية القادرة على الاشتغال في البيئات القاسية. ونوه رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسطة فؤاد البريني في كلمة بالمناسبة بأن هذا المصنع يكتسي أهمية كبرى كما يوفر مناصب شغل لليد العاملة والأطر المغربية. من جهتي أبرز المدير العام لقسم النقل الصناعي والاتصال بمجموعة TO Connectivity أرون ستاكي أن البنية التحتية واليد العاملة العالية التأهيل التي يزخر بها المغرب كانت من بين العوامل التي دفعت المجموعة إلى الاستقرار بطنجة، مشيرا في السياق ذاته إلى قرب الموقع من قاعدة الزبائن وهو ما يساهم في تحسين قدرتنا على تسليم الطلبيات. وسجل بأن المجموعة أحدثت بالفعل أزيد من 1000 منصب عمل بالمنطقة، موضحا أن الأمر يتعلق بمناصب عمل عالية التقنية وذات قيمة مضافة كبيرة. وخلص ستاكي إلى أن مشروع المجموعة بالمغرب يشكل نموذجا للشراكة رابح رابح بين المغرب ومجموعة TO. من جانبه توقف الكاتب العام لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يوسف الباري عند الأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة السيارات بالنظر إلى مساهمته في مجال إحداث فرص الشغل وفي الميزان التجاري، مشيرا إلى عدد المصانع التي تم افتتاحها مؤخرا ما يمثل مؤشرا على الجاذبية المتنامية للمغرب باعتباره منصة صناعية. وحسب مجموعة TO Connectivity
فقد واصلت الشركة استثماراتها ونموها بالمغرب البلد الاستراتيجي الواقع بمنطقة قريبة من الزبائن ومن الأسواق الأوروبية والإفريقية ضمن منظومة قوية تضم أزيد من 200 شركة لصناعة معدات السيارات. وكانت الشركة التي تتوفر على مركز للتوزيع بالمغرب منذ عام 2012 قد افتتحت أول مصنع لها بالمغرب في المنطقة الحرة للتصدير بطنجة في عام 2015 قبل اتخاذها قرار توسيع نشاطها الصناعي بتدشين مصنع ثاني انطلق نشاطه الانتاجي في دجنبر من العام الماضي.